السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرح علي من شوية بتسأل ايه المتعة في انك انت تخسر ابن بلدك شيكابالا وتكسب قصاد منه لعيب من زيمبابوي؟ حقيقة هو اسباب كتير، يعني كان احد اسبابها شيكابالا نفسه واساءته لجمهور النادي الاهلي المتعمدة خلال السنوات السابقة. الاساءة اللي كان لازم الجمهور الاهلي يثبت بيها او يثبت قصادها كرد فعل مش اكتر، انه يقدر يكسب اي حد على حساب شيكابالا. كمان بعض الاعلاميين ومنهم فرح علي اللي بيطالبوا برعايه معادله لرعايه النادي الاهلي وقيم ماليه مساويه للقيم الماليه اللي بيحصل عليها النادي الاهلي، وبحجه تساوي الشعبيتين. جمهور النادي الاهلي اثبت ان الشعبيتين مش واحد، وانه يقدر في ساعه ونص يجيب واحد من 70% ل 44%، ويجيب ابو 19 ل 51%. كمان للأسف الشديد نفس الإعلام، نفس المكان اللي بيطلع منه ناس تقول إن النادي الأهلي يمثل إلا نفسه، دلوقتي بيتكلموا عن الوطنية وبيتكلموا عن الأخوة وبيتكلموا عن ابن بلدي اللي المفروض أقف جنبه. الناس اللي كانت دايما بتتكلم عن إن النادي الأهلي بيمثل نفسه وإنه ما بيمثلش مصر، في نفس الأماكن، في نفس القنوات، في نفس الأتيتيود، بنفس الأتيتيود اللي هم مصممين إن هم يوجهوا عليه الجمهور، ان النادي الاهلي بيمثل نفسه. يرمز على كما جمهور النادي الاهلي يمثل نفسه، يرمز على كما جمهور النادي الاهلي يعبر عن تمثيله في لحظه لبلد بينتمي اليها نفس اللاعب اللي انت زعلان عليه قوي ان هو خسر الاستفتاء ده. مش انت بتقول ان شيكابالا اسطوره وبتقول ان شيكابالا لعيب، انت ليه ما وقفتش انت جنبه؟ ليه ما عرفتش تكسبه؟ ده السؤال المفروض تطرحه على نفسك، مش تقول ان جمهور النادي الاهلي تعمد انه يخسر شيكابالا. الاستفتاء ما كانش في برميل مخلل، وانت ما كنتش نايم في برميل مخلل، اكيد كنت صاحي وفايق وعارف كويس جدا انت قاعد فين. دي نقطه. النقطه الثانيه ودي مهم، النقطه الثالثه مش الثانيه كمان، النقطه الثالثه ودي مهمه جدا. هل في حد كلم شيكابالا على اساءته المستمره او وجه له اي نقد على اساءته المستمره لجمهور النادي الاهلي؟ هل حد اتكلم على اشاراته المسيئه لجمهور النادي الاهلي؟ هل حد قال شيكابالا عيب كده ما يصحش، انت المفروض تبقى أكبر من كده وأعقل من كده؟ محدش. ليه يتم توجيه النقد للجمهور؟ وليه يوم ما يتم التوبيخ لجمهور النادي الأهلي أو توجيه اليوم للنادي الأهلي يجي من واحدة زي فرح علي؟ تاريخها كله معروف بالتعصب والأخبار السيئة والأخبار الكاذبة اللي كانت دايما بتقولها على النادي الأهلي من باب إثارة القلاقل والمشاكل. ليه يطلع ده من بق فرح علي؟ ليه؟ ما الداعي يعني؟ اشمعنى فرح علي هي اللي تتكلم وتعبر عن رأيها في قناة عامة للجميع وتوجه اليوم لجمهور النادي الأهلي بالطريقة دي؟ وبعدين يا فرح، هو مش شعبيتكم كبيرة؟ هو أنتم مش بالنسبة لكم شيكابالا أسطورة؟ ما قدرتوش تكسبوه ليه يا ماما؟ ما الاستفتاء بقاله فترة قدامكم، ما عرفتوش يتكسبوه، ما عرفتوش يتنصروه، ما عرفتوش ليه تخلوه يبقى أعلى من خمبيات وغير خمبيات. وبعدين في سؤال أهم من ده كله، هو ايه اللي عمله شيكابالا اصلا في بطوله افريقيا خلال اخر 10 سنين مقارب او معادل او مساوي حتى الخمبيات نفسه؟ خمبيات اللي نجح انه ياخد بطوله افريقيا على الاقل مره من فريقك اللي كان في الوقت ده بيدربه، من فريقك في الوقت اللي كان بيدرب فريق صن داونز موسيماني اللي ما كانش عاجبكم اللي حاربتوه علشان يمشي من مصر، واللي اعترف احد اعمدتكم الرئيسيه بشير التبعي انه كان بيمثل لنا مشكله في المباريات المباشره ما بيننا وما بينه. احنا طبعا ده مش معناه ان انا مقتنع بموسيماني، بس انا بفكر فرح علي وغيرها. والله لما تبقوا مقتنعين ان النادي الاهلي نادي مصري، لما تبقوا مقتنعين ان النادي الاهلي بيعبر عن مصر، لما تبقوا متبنيين قضايا النادي الاهلي العادله، لما تبقوا بتتكلموا عن النادي الاهلي بحياديه واحترام، وقتها ممكن نفكر ندي لقمه لغيرنا، او ندي استفتاء، او نسيب الاستفتاء نفسه ما نقربش منه، يمكن يكسب واحد زي شيكابالا او غير شيكابالا. لكن انا متاكد منه انه جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الوطنيه والمبادئ والقيم وانكارها الكارهون، كان يقدر ان هو يتجاهل الاستفتاء ده لو كان في حد تاني غير شيكابالا ما وجهش اساءات للنادي الاهلي وما وجهش مشاكل او ما وجهش اشارات سيئه للنادي الاهلي. انا عايز كل واحد بيتكلم يفتكر قد ايه اعلام الزمالك قد ايه كان دايما محرض على النادي الاهلي ومحرض على جمهور النادي الاهلي في اكتر من موقف. حرض علينا في مباراه الترجي في النهائي بتاع افريقيا، حرض علينا جمهور تونس، وحرض علينا جمهور نادي الهلال السوداني في مباراتنا معاهم من كام سنه. شوف خالد غندور اللي لبس فانيله كل الناس اللي لعبت النادي الاهلي، شوف اعلام الزمالك اللي لبس فانيله كل فريق قابل النادي الاهلي. ما لقيناش فرح علي او غيرها تتكلم عن النادي ابن البلد، النادي الذي ينتمي الى البلد،
كله سكت وكله قال عادي ده تنافس. ايه رايك؟ ما ده تنافس برضه مش كده ولا ايه؟ سلام عليكم.